طلبتنا في المرحلة الثانية في قسم هندسة تقنيات الاتصالات في الكلية التقنية الهندسية نجف. السلام عليكم، نبدأ المحاضرة 15 من مادة تطبيقات رقمية. إن شاء الله بعد انتهاء هذه المحاضرة راح تتعرفون على مبدأ عمل الإنكودر، ثم تتعرفون على الديسيمال تو بي سي دي إنكودر والأوكتال تو باينري إنكودر. بعد ذلك راح تتعرفون على مفهوم البرايوريتي بالباينري إنكودر. The encoder المشفر هو Combinational Logic Circuit، وتعرفت بالمحاضرات السابقة على مفهوم Combinational Logic Circuit اللي يكون بها قيم الأوتبوت تعتمد على القيم الحالية للأنبوت. يقوم الإنكودر بترميز المعلومات من مدخلات 2SN إلى N-bit code، حيث يحتوي على عدد من خطوط الإدخال. واحد من هذه الخطوط يكون أكتف عند وقت معين. ينتج الإنكودر N-bit output code اعتمادا على الأنبوت الذي يتم تفعيله. تلاحظون أنه الأنبوت إذا كان يحتوي على بابل بمعنى أنه يتم تفعيله بلوجيك 0، أما إذا كان لا يحتوي على بابل بمعنى أنه يتم تفعيله بلوجيك 1. نلاحظ كيف يتم تفعيل أحد المداخل في وقت معين. لو كان لدينا كيباد، تلاحظون يحتوي على numerical value، كل قيمة تمثل لنا أنبوت للإنكودر. نلاحظ عند عمل إنكود للكي اللي مثل لنا الديجيت 9، الأوتبوت للإنكودر راح يكون 1001 اللي هو الكود اللي يمثل الديسيمال ديجيت 9. إذن الأكتف ليبل على أحد مدخلات الإنكودر تظهر على الأوتبوت بشكل كود يمثل المدخل الذي تم تنشيطه. عملية التحويل إلى الكودد فورمات نسميها الإنكودينج. إذن الإنكودر يقوم بعملية الإنكودينج. أول نوع من أنواع الإنكودر راح نتعرف عليه هو الديسيمال تو بي سي دي إنكودر. الديسيمال نمبر سيستم هو بيس 10، بالتالي عدد الديجيت المستخدمة في تمثيل النظام هي 10 ديجيت، تبدأ من الصفر وتنتهي إلى 9. البي سي دي هو الباينري كود الديسيمال، يتم استخدام 4 بت لتمثيل الديسيمال ديجيت. إذن عدد المدخلات 10، عدد المخرجات 4. نلاحظ عند تفعيل أحد المدخلات وليكن البن 1 نضع عليه لوجيك 1، بقية المدخلات نضع عليها لوجيك 0. الأوتبوت للإنكودر راح يكون 1000 اللي هو الباينري كود الديسيمال للديجيت 1. نلاحظ الباينري كود الديسيمال لكل ديجيت بالديسيمال ديجيت. نلاحظ في كل مرة يتم تفعيل أحد المدخلات عن طريق وضع لوجيك 1 على المدخل المطلوب تفعيله ولوجيك 0 على بقية المداخل للإنكودر، وبالتالي الأوتبوت راح يكون الباينري كود الديسيمال للمدخل الذي تم تفعيله. لماذا وضعنا لوجيك 1 حتى نفعل المدخل؟ لأن تلاحظون ما عندنا بابل أمام المدخل، وبالتالي المدخل يتم تفعيله بلوجيك 1. لو كان لدينا بابل أمام الأنبوت لكان كل أنبوت يتم تفعيله بلوجيك 0. نجد التعبير المنطقي لكل أوتبوت للإنكودر. نلاحظ أنه الـ A3 1 عند الديسيمال ديجيت 8 والديسيمال ديجيت 9. إذن الـ A3 يساوي لنا المدخل اللي يمثل الديسيمال ديجيت 8 أور المدخل اللي يمثل الديسيمال ديجيت 9. الـ A2 يساوي لنا 1 عند الأربعة، 1 عند الخمسة، 1 عند الستة، 1 عند السبعة. إذن الـ A2 يساوي لنا المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 4 أور
المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 5 or المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 6 or المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 7. نلاحظ الـ A1 متى تكون 1؟ عند الديسيمال ديجيت 2، عند الديسيمال ديجيت 3، عند الديسيمال ديجيت 6، وعند الديسيمال ديجيت 7. اذا الـ A1 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا المدخل اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 2 اور المدخل للانكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 3 اور المدخل للانكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 6 اور المدخل للانكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 7. الـ A0 نلاحظ الـ A0 متى تكون 1؟ عند المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 1 أور المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 3 أور المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 5 أور المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 7 أور المدخل للإنكودر اللي يمثل لنا الديسيمال ديجيت 9. إذن اعتمادا على التعبير المنطقي للأوتبوت نرسم الدائرة المنطقية. نلاحظ إذا تم تطبيق لوجيك 1 على الديسيمال ديجيت 9 وبقية الديسيمال ديجيت 0، الأوتبوت للإنكودر راح يكون 1. تلاحظون 1 على هذا اللاين، 0 0 1 اللي هو يمثل لنا الباينري كود الديسيمال للديسيمال ديجيت 9. نلاحظ نوع آخر من الإنكودر هو الأوكتال تو باينري إنكودر. الأوكتال تو باينري إنكودر يحتوي على 8 أنبوت لاينز، كل أنبوت يمثل لنا أوكتال ديجيت، يحتوي على 3 أوتبوت لاين. تلاحظون أنه الأوتبوت لاين يمثل لنا 3 بيت باينري إكوفالنت لكل أوكتال ديجيت. إذا تستذكرون بالأوكتال ديجيت كان عندنا 8 ديجيت تبدأ من الصفر وتنتهي بالسبعة، كل ديجيت بالأوكتال كنا نمثله بثلاثة بت بالباينري. تلاحظون لو تم تفعيل أحد الأنبوت للإنكودر يتم إلغاء تفعيل جميع الأنبوت الأخرى. مثلا لو تم تفعيل الأنبوت اللي يمثل لنا الأوكتال ديجيت 7 يتم إلغاء تفعيل الأنبوتس الأخرى. لاحظتوا أنه لما فعلنا استخدمنا لوجيك 1 ولما إلغينا التفعيل استخدمنا لوجيك 0. لماذا لوجيك 1؟ لأن نلاحظ كل أنبوت ما موجود أمامه بابل، وبالتالي الأنبوت يتم تفعيله بلوجيك 1. تلاحظون عنده تفعيل أحد المدخلات بالأوكتال ديجيت الأوتبوت إيش راح يساوينا؟ راح يساوينا الباينري إكوفالنت للأوكتال ديجيت الذي تم تفعيله. إذن البي 0 يساوينا 1، البي 1 يساوينا 1، البي 2 يساوينا 1. نجد التعبير المنطقي لكل أوتبوت. نلاحظ أنه الـ B0 تساوي لنا 1 عندما الـ I1 تساوي 1، عندما الـ I3 تساوي 1، عندما الـ I5 تساوي لنا 1، عندما الـ I7 تساوي لنا 1. إذن الـ B0 تساوي I1 or I3 or I5 or I7. الـ B1 نلاحظ أنه الـ B1 تساوي لنا 1 عند الـ I2 or I3 or I6 or I7. نلاحظ الـ B2 تساوي 1 عند الـ I4 وعند الـ I5 وعند الـ I6 وعند الـ I7. إذن الـ B2 تساوي I4 or
i5 or i6 or i7. اعتمادا على التعبير المنطقي للبي0 والبي1 والبي2، نرسم الدائرة المنطقية للأوكتل تو باينري انكودر. نلاحظ عند تفعيل أحد المدخلات وليكن المدخل اللي قابل الأوكتل ديجيت 3، إذا تم تفعيله بلوجيك 1 بقية المداخل تكون لوجيك 0، لأن يتم تفعيل مدخل واحد فقط. نلاحظ أنه البي 0 هذا اللاين راح يكون 1، البي 1 هذا اللاين راح يكون 1، البي 2 راح يكون 0، وبالتالي الاوتبوت للانكودر هو الباينري كود للاوكتال ديجيت 3.